السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا مشاهدة سريعة لللامبورغيني لافنتادور السبايدر الكشف، شرحت لكم عليها قبل كده قبل سنة يمكن أو أكثر. معنا ما شاء الله بطل من الوحوش، واحدة من أسرع السيارات من 0 ل 100 كيلومتر الساعة، بنتكلم على 2.8 ثانية، 2.9 من 0 ل 100، 12 سلندر، 6500 سي سي، 700 حصان. ما شاء الله تبارك الله، مع خفة الوزن في السيارة دي بالرغم انه فيها دفع رباعي، ولأول مرة شركة لامبورغيني حابة تركز السيارة، كانوا دائما يركزوا على السرعة القصوى أكثر، بعدين التماسك، بعدين التسارع، فما شاء الله تبارك الله السيارة دي قالوا مركزين على التماسك أكثر، وهي ما أدوا التسارع الاهتمام الأكبر، ومع ذلك صار من 2.8 2.9 من 0 ل 100، دفع رباعي متوحشة، صورنا لكم هي قبل كده، بس اليوم زيارة جدا سريعة على السبايدر الفئة الكشف منها وإن كان جات متأخرة، يعني كده حاجة خفيفة ننبسط ونستمتع بالطرب اللي موجود فيها، خليكم معنا. الفرامل زي ما احنا شايفين من قدام ومن قدام ومن ورا، عليها الكاليبرات على هوبات الفرامل. هذا اللامبورغيني الافنتادور السبايدر، احنا طبعا عملنا الافنتادور من زمان، عملنا عليها تجربه، بس هذا السبايدر بنوريكم كيف عمليه حتى دحين فتح السقف، ومشاهده جدا جدا سريعه عليها كده. جدا خفيف باين، كربون فايبر، واحدة من الأشياء الجميلة في السيارة تحس انك داخل بتشغل طائرة حربية، مدفع صاروخي، حاجة زي كذا، يعني زي اللي تشوفه في الإعلام. تسوي كذا زر، هذا كان أول شيء أهو، تعمل كذا زر أحمر ظريع، تسمع صوت 700 حصان، يعني حاجة يدوب على خفيف كده، يدوب كده واحد الصبح يبقى بدل ما يشرب قهوة كافيين دبل اسبريسو ولا حاجة، ياخد له بس اسمع له صوت زي كده، يا رب العفو والعافية الدنيا والآخرة. بس إن شاء الله تكون كده ناس، يعني نديكم السيارة اليوم على خفيف كده، تشوفوا ايش اللي فيها وايش اللي ما فيها. من هنا الله يسلمكم، في عندنا زر هذا حق تشغيل القزاز الخلفي عشان تسمع صوت الطرب مظبوط على اصوله، شوفوا اهو عشان تستمتع بصوت المحرك، يعني هواء حلو، شمس حلوه، يعني طرب حلو، فرقه كامله حق الطرب وراك موسيقيه. اتمنى ان شاء الله تكون يعني ناسبتكم اليوم المشاهده هذه. شكرا لمتابعتكم، وان شاء الله التجارب تانية كثير. شكرا لكم.